إذن إخواني الزول ميت عنام صحة لاباس كل شي بخير. أكيدون ومثنون حميد العقاوي مباشرة سق المغرب العميق. أيث ما ذي استماع البرنامج الراء نصيوض ثاغو يثنون المسؤولين نيلان الإدارة المركزية. أيث ما ذي استماع نسني سيخو بوضو. الحمد لله هاتين يمشى ربي شوي ثافوخت هاتين الحمد لله نعرمي الدن تبع الأخ نعرمي الدن هات لا تسافر. الحمد لله من بعد واحد المعاناة اللي عانوها هاد الناس هنا بالمغرب العميق. ساكنة المغرب العميق لا زالت تناشد ذوي الضمائر الحية. ساكنة المغرب العميق لا زالت تناشد لجان تفتيش، لجان المراقبة، لجان الردع، لأن أصبحت هاد الساكنة كصناديق انتخابية تستغل 15 يوم في كل 5 سنين. ساكنة الجبل واحد الساكنة اللي الأعراف ديالها والتقاليد هي اللي رحنا مفتخرين بها أمام العالم. ساكنة لا حول ولا قوة لها إلا بالله العلي العظيم. شنا إخو أخي المتتبع الصرخة ديال داك الشاب من المغرب العميق نواحي أزيلال التي أبكت العالم، صرخة ديال الطفل بكل براءة. فتصوروا إخواني رغم ديك الصرخة اللي بغيتي اللي شفتو، أقسم لكم بالله أن ما خفي أعظم. ناس إخواني اللي غادي نحاولوا تنتمناو تكون التغطية، تنتمناو إخواني الغاية من هاد البرامج أننا نوصلوا للمسؤولين بالصوت والصورة ما يقع من معاناة هنا بالمغرب العميق. نعم إنه المغرب العميق، ناس اللي كتطلب الشتاء، ناس اللي كتطلب الله سبحانه وتعالى كتقول يا الله أعنا يا الله بالأمطار، ولكن حينما تسقط الأمطار كتصدق مصائب قوم عند قوم فوائد. غادي نستمر معكم في الطريق وغادي نمشيو إخواني في هذا اللايف مباشرة من المغرب العميق. يا الله إذا كل واحد يكسب لنا اش من بدينا راه مكونيكتي معانا دراري مباشرة ونحن في الطريق إلى المغرب العميق. ترقبوا إخواني برنامج اللي غادي يكون برنامج فاضح، برنامج اللي غادي يوري المعاناة بالصوت والصورة، برنامج إخواني اللي غادي نحاولوا نوريوا المعاناة ونعيشوا بعض الأجواء مع ساكنة المغرب العميق. غادي ساكنة المغرب العميق، عفوا إخواني أنا لا كونيكسيون راه كتقطع بيني وبينكم. ففي الطريق إن شاء الله إلى المغرب العميق ترقبوا برامج اللي غتكون بكل عفوية وبكل جرأة في حوارات بالمباشر مع ساكنة المغرب العميق اللي غادي تحاول توصل المعاناة ديالها بالصوت والصورة. إذا الله معكم حتى انتوما. شكرا خويا عبدو مكرون، الله يحفظك، تحية ليك. ونحن في الطريق إلى المغرب العميق باش نعيشوا بعض الأجواء ونعيشوا ليالي معهم بالمباشر، لأن بلغ إلى علمي بأن كاينة واحد الموجة ديال البرد اللي غادي تعرفها المنطقة. فتنتمناو إخواني تابعونا والله يردنا بخير وعلى خير. غادي نحاولوا إخواني أن غدا إن شاء الله غد سوف نحط الرحال ونحاولوا إخواني بالصوت والصورة نوريو المعاناة ديال ساكنة المغرب العميق. الصرخة ديال داك الشاب لا زال داك الصوت الحنين وذلك الصوت البريء وهو يناشد العالم تيقول بغينا غير تقاشر. كنتمنى من جمعيات المجتمع المدني أنها تدير في يد في يد حملات تضامنية، حملات إنسانية مع ساكنة المغرب العميق. أتمنى ولا زلت أناشدكم إخواني الجمعيات أننا أعمالنا كمبعوث ديال قناة شوف تيفي بالمغرب العميق أعمالنا تطوعية، أعمالنا مجانية، الغاية أننا نشوفوا هذا المغرب غادي في السكة اللي كيتصورها صاحب الجلالة نصر الله. صاحب الجلالة حينما نشد الحكومة وقال بأن واحد المجموعة ديال ولاد الشعب راه زعما كتبقى فيه الحالة ديالها ربما كان يتكلم عن ساكنة المغرب العميق.
ساكن لا حول ولا قوة لها إلا بالله العلي العظيم، ساكن الحمد لله اللي كتقول بأن التواب تاج فوق الرؤوس ديالها، ساكن اللي كتقول هذه يمز ربي الحق ويان السباب. غادي نشوفوا هذا الشاب. سمعكم خويا لاباس بخير؟ اكيد تيجي تسن بخير تهنا كلشي بخير صحه لاباس عافيه غادي يا خويا نعافك واش نعافك الا تلاقيتي مع شي مسؤول شنو تقول له ما كيخص ما شنو خاص لهاد البلاصه عافاك اخويا خاص كلشي انا شنو خاص اخويا انا ما نشدكش انت غير قول اسيدي غير صغير بالصوت خاصنا خويا كلشي كلشي وعلاش دابا قلتي لي ما تصورنيش وانت خاصك كلشي ولادك في تماره وما وعلاش علاش كتحشموا علاش هذا دار ما خاصش تحشم ولا خص دابا الا تلاقيتي مع شي مسؤول خصو يعرفك بين شاب وانت غادي تماره الكحله دابيني بردان وزعما انت كان عليك تقول لي خويا حامي تصورني ونقول علاش ما خديما لا تحشم ما واش نقول لك نكذب عليك نكذب عليك ما كي دازت على الناس كاين الناس مساكين اللي ما اللي تسدات عليهم الطريق اخويا حنا باقي دام مزيان الطريق وعلاش دابا وتصور دابا خويا نعم دابا باش ما نشدكش ونبقى شاد غير هكا الراس ديالك دابا انت قلتي لي حميد راه تسدات علينا الطريق تسدات علينا الطريق عندكم تماره تماره كاينه موجوده موجوده ايوا هاك هاد الميكرو قول لهم راه غادي يشوفوك ما ان شاء الله يكون شي مسؤول مزيان ها لا خويا ديما كتحشموا ضروري والله يشد الحق والله يشد الحق يلا حبيبي نوك يحفظ ربي ومن نعم ها انا غادي الله يحفظكم اخوتي والله يحفظكم نعم الله يحفظك خيمه كبيره خيمه كبيره الله الله يعطيكم الصحة والله نزور نومز خبري الدار صاحبي طرف الطريق والله الا غادي نجي الطريق نشوف الناس مساكنة هذا نوصلوا حتى غويت ان شاء الله كما توصلي تقاد الوقت الله يحفظك بالسلامة شباب الحمد لله شباب طموح قلبهم كبير غزيد غزيد وشي زوي عطيني بالدار ياسر شباب مساكنات قال لك خويا واصله فينا الجدر ولكن عافاك ما توريش وجهي وفي الاخر تيقول لك عافاك يا الله تمشي يا حميد تعشى عندنا يلا تاكل قال لك لا ما تزيدش ناس بسطاء ناس اللي تيقولوا هذه يمز ربي الحق هكا باش كنتليوها معاهم اذا حان وقت المحاسبه والردع ديال كل واحد استغل المعاناه ديال هاد الناس اللي كتحشم حتى من الكاميرا باش تعطي التصريح ديالها بسلامه امزمان اذا اخواني كما شفتوا ان وقفنا على هاد الشاب قلت له قال لك خوب اخو ضوا حامد ولكن عافاك حيد الكاميرا من قدام وجهي قلت له علاش ناس مساكن قال لك لا صافي تيوضيني خي غص ولكن الشكوى الله ناس تيامنوا بان بالمكتاب من بعد ما فقدوا الثقه في المنتخبين ديالهم ناس اللي جاوا تيستغلوا في كصناديق انتخابيه في كل 5 سنين 15 يوم في 5 سنين ناس كيتيقوا بالزربه اذا هذه الاجواء اخواني هادي الاجواء غنشوفوا هذا الراجل يا ربي يهضر ناس مساكن لي ما هادي الحقيقه غنشوفوا عمي الحاج ضرب لي بالزربه ولا ضرب غادي نتعصب هاك نمشيو عند عمي الحاج يا ربي جاوبني عمي الحاج يا ربي الحاج ما يدعني استنى ما تشديش انت كله بان راك تصور معنا الحاج لاباس نشوف الكنيات الاذاعه الكنيات الاذاعه مزيان وخدام بدا يبدا 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 بزاف ما يتقدع ما يتقدع عمي الحاج غاس تقيم فيه قول لي اسك الطوموبيل لا اسك الطوموبيل ريكشا ما كيوغن هاك عاونخ ها هاك عاونخ ما كيوغن يوريكشا كاع صحتي كلشي ضرك ايه كاين شي سبيطار هنا عمي الحاج ها الا السبيطار دا هنا حتى سكرت اما هنا والو لا 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 هنا والو ودابا حيت مريض جيتي جلس ضيف قيمدا ها حيت مرضتي وانت تجي جلستي هنا كتشمش دابا حيت مرض تنقعد حتى نتفتف شويه ناكل شويه ونجي لهنايا ونقعد غادي نشوف الناس ونشوف الطوموبيلات
تبغيتي غير تشوف الناس غاديين جايين وصافي غير العين شويات صافي ملحاش. شنو كنتي كتخدم مع عمي الحاج وهو ما يتخدم شحال هادي شحال كنتي كتخدم؟ تنخدم دابا انا حسبني بحال شي ولدك. انا شحال هادي تنخدم ورقايزة. كنتي خدام في الغابة؟ بيت بومزير. نعم. حياتك كلها خدمتي غير في هاد القايزة. تنخدموها وتنبيعوها وتن. وكاين دابا شي نتريت شي حاجة ولا والو؟ والو ما كاينش نتريت راه حتى شي حاجة. ولو عمي الحاج حتى حاجة كاع في مرة. وتقول. وباش عايش عمي الحاج؟ كان غير الولد عندي. الله يرضي عليه. تيمشي ويجي وصافي. فاش خدام مسكين الدري؟ فاش خدام؟ خدام غير شوي شوي أنايا يعني وصافي. دابا عييتي مرتي نعاونك نديك للسبيطار تثق فيا تثق فيا غادي نديك للسبيطار دابا ندير دميت يا سي الله ونديك حتى للسبيطار تيقلبك الطبيب باش كتما باش انت تعاني سي الله يجعل مولانا يدي لك توي الخير اللهم امين. دابا كاع من هنا رجلين من هنا حتى الراس كلشي وجعني نعم وحاصل حمد الله وشكرته بعد ما كنهضر معاه جالس كتسبح كتسبح الله سبحانه وتعالى وجالس في هذا الخلا بوحدك صافي في هذا الخلا بوحدك صح الله يجعل مولانا يستر عليك ويستر عليك انت الله يعفو عليك عمي الحاج ولا بغيتي نديك للسبيطار نديك والله لا الله يعاونك الله يعاونك عرفتيني اشفريه اشفريه لا لا هاد الناس اللي كتعاني وتيقول لك بان القايزة غادي نشوفوا بان الالاف والملايين ديال القايزة كتهبط من هنا انها عاصمة الارز العالمي وهذه هي المعاناة ديال سكينة المغرب العربي شاحنات مئات الشاحنات كتخرج وهادي كتسد القايزة والفاخر واقف قدام عمي الحاج هنا مع هادوك سكتة شتا هذا عمر بالفاخر تيجيبوا الفاخر من هنا تيجيبوا الفخر من هنا؟ تيجيبوا من القدام تيدوزوا به من هنا؟ هنا هادو ما تيمشيو لا فخر لا والو فاش كنت تشرها تمحرت عرفتيها؟ لا ما عرفتش البلاصه سال القدام القدام داك السوق داك السوق القدام سميتو؟ ما عرفتش والله ما عرفت دابا انا نجي عندك ضيف عاد تقول لي سميت هاد البلاصه الله يحفظك مازال الله تيشوف فينا في وجهكم انتوما والدراري الصغار الله يبارك اما اش هادشي كيطرى الله يبارك الله يعز هاد البلاء الله يعزك الناس دابا حيت تسدات عليهم الطريق الناس تسدات عليهم الطريق حيت طاح الثلج الناس تسدات عليهم الطريق حيت طاح الثلج لا ماشي ماشي واخا طاح الثلج تيكونوا الرجال اللي بحالك ولاد المنطقة الدراري ولاد المنطقة تيهزو مساكن تيهزوه ويضربوه ويرميوه تيحيدوه ونشوف عقلت فاش خدموا هذا الشنطي هذا الطريق نعم كنت صغير شحال في عمرك عامل الحاج؟ كفاية الله وخصنا غير شي بردات كاع ونبقاو جالس هنا ما نزيدش لقدام كاع كفاية الله ما عارفش شحال في عمرك ما عارفش ما عرفتش شو ريني خير الله كنت صغير كاع بحال تنمشي بحال هاد الدراري دابا اللي تيجريو هنا في الزنقه ديك الساعه اللي صوبوا هاد الطريق ديك الساعه ومن ديك الساعه هي مازال هكا عقلت فاش هما يصوبوها عقلتها هاد الطريق اي من تما ما صوبوهاش من تما بدعوا فيها النيت وهما يصوبوها ديك الساعه اي نديروا لها نجي ليا من زمان الخدمه بصح دابا تيديروا شي طريق جديده في عام كتقلع هذاك واحد الركبه راه مشيتو توصلوها الا مشيتي هكا من ديك الركبه فاش بداو فاش وباش بداو غير بالبرا غير بلا وفاس دابا شفتهم دابا تيعجبوا البوكلانه تيجيبوا الماتيريال والملايين وفي الاخر تتقشر في عام وهذه هي مازال هاد الطريق ملي كنتي صغير اي ومازال شاده تيخدموها كانوا الناس ضد الصح كانوا الناس اللي المقاولين ضد الصح وما وين واسع الى خسرت طيسه هو الله يحفظك عمي الحاج دابا هنا في هذه الجهه ما كاينش لا سبيطار لا والو هذه الجهه ما كاينش هنا طبيب باش يقلب لك الراديو وما كاين والو
والو ما كان لا ما كانش طبيب هنا. ما كاينش دابا غير تتقنط كتجي تجلس هنا. اه. كروشن عرفتي كروشن. اه. ايوا من كروشن لهنايا ما. ما كاينش كاع الطبيب. ما كانش طبيب اللي اللي. ودابا إلا حملات شي مرة في الليل مسكينة ولا شي حاجة اش تديرو؟ يا تمشي تيديوها للطبيب الخنيفرة ولا ولا كروشن ولا ولا القباب. الله مسكينة. اللي تنسوقو دايما الله عامر في التاجي. شحال يوم جيتي للسوق؟ شحال يوم جيتي للسوق؟ ايه. شحال هيا ولد ديت غير السوق؟ ها؟ شحال هيا ولد ديت غير السوق؟ اه هي. بزاف. بزاف. اه بزاف. بزاف هادي ما مشيتيش للسوق. كنتي مبليين شحال هادي بالسوق وخصك تمشي. كان مثلا مثلا نفوت شي السوق كاع. ما تفوتوش. ايه. دارتها الصحة. تندي شي حاجة ونبيع شي حاجة ون. هذا عندنا عندنا شوية البلاد هنايا شوية بعدا فيها في الفلاحة شوية. اي كاين شي دعم كاين شي حاجة ولا والو؟ كاين شي دعم زعما تيعطيوكم الدعم ولا كلشي غير كل خدام على عرق؟ ما كانش اللي يعطيك شي حاجة. هنا ما كاينش السنتيم ما يقولكش هذا راه جا من شي قنت والو. لا 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 إلا خدمتي شي غادي تاكلو ولا 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 خدمتي في البلاد ديالك غادي تاكلها. تاكل ما كانش ما كانش. ما كتسكلوا انتوما لا على وزير ولا على برلماني ولا على والو، تسكل على الله والعرق ديالكم. والو وتقول وتقول هادو دابا فاش كنت انا تيتسماو شرفة هنايا. اي مني دابا لهنا حتى ما ردك عرفتي تا محرر؟ ما عرفتهاش. ايوا من من كروش لهاد الجي. ما كاين لا دعم لا والو، كل خدام على عرق كتافو. صافي. اه. صدات الطريق تيحلوها ولاد البلاد النيت. اييه. ها ما يستناوش لا واه الكوبتير لا واه التراكس لا واه والو. ولا ولا يكون شي واحد اللي اللي يبغي يدي الشجر يدي العواد. اه. تيبيعوا له العواد ويديهم هو في المك في الكاميو. بحال جيتي انت دابا عندك الكاميو. اه. تقول له ما عندهاش كان شي عندهاش كان شي. تيجمعوا هما العواد وحتى تيجيو مول الكاميو مول الفلوس يبيعوا له ويشدوا شويه التفتيفه. ايه ايه. هذا الشيء باش عايشه الناس. صافي. امي الحاج الله يعفو عليك. الله يجعل ان شاء الله يطول عمرك. يا ربي. الله يجعل هذه الدوزه ان شاء الله تكون حسنات حتى المغاربه كاع اللي تيشوفوا فينا ان شاء الله الله يجعلهم يدعيو معاك يا عم الحاج. ما كانتش العمر ديال المراه ديالتي مات الله يرحمنا. كانت غير تحت موراي دليس. نعم. ولكن واخا نبغي نقول لك يلا ما عرفتهاش بغا هي زعمه ما عرفتهاش يقول تقول لك شكون اللي قال لك جيب هادو ولا هادو. شاط ليا ما من حد دابا القلب مازال القلب كبير تمنيتي تعرض عليا ولكن المراه مات. ما صافي. اش من اش من عام مات؟ ما ويلي كانت عايشه بحال اختك هي كلشي. هي سبقتني هي مات قدامي. انا انت متي كيفاش مات قدامي؟ انا تنعدي وما رقت. لا 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 بغيتي تعرض ولكن المراه مات ما كاينش اللي غادي. الله كوني كوني مازال حتى تمشي تشرب. كون مازال المراه حيه تحلف لي حتى نمشي نشرب. ولكن دابا ديال الولد ديالي. والله دابا شوف عمي الحاج الله كبير الله يرضي عليه وطلع من الله يشافيك الصحه هي كل شيء. يا ربي يا ربي. توحشتي تمشي للسوق. يا ربي. توحشتي تمشي للسوق. يا ربي. مولي لي السوق واسع نمشي انا وياك حتى للسوق حتى ما كنمشيش في الجيو نجيو. كوني كوني ما كانش السوق ذاك الترجو هذا حتى نركبوا مني هنايا نيته من هاد التشريره عاد زدتي عليه. اه وتمشيو للسوق. ديال الشيخ. شفتي السوق. تنركبوا من تما ونمشيو نتسوقوا. ونهار السوق كان ديك الساعه بحال غادي. نتسوقوا كروش نتسوقوا رقباب ونجيو. دابا ما فكيت لا نتسوق ولا رقباب ولا حتى شي. انا نعتق نروح ونجي لهنا نشوف الوجوه في حالك ونشوف الطوموبيلات ونشوف هذا و... حازل الصوت. ايه يا عمي ولا اله الا الله رضاك الراس الله يعفو عليك الله يعفو عليك يا عمي الله يعفو عليك الله يعفو عليك الله يعفو دعي معايا لا دعي معايا صافي. الله يجعل مولانا يسر عليك ويسر على المسلمين جميعا الله يوفي الله يوفي عليك بالخير. اللهم امين عمي الحاج وطول عمرك ان شاء الله. يا حتى جيتيني ولا شي حاجه
نخلي لك النمره التليفون كاع ونقول لهم عيطوا لحميد. اسمك؟ حميد. حميد حميد بن مي؟ حميد عقاوي. حميد عقاوي؟ أي. فين هنا فاش كانت البلاد ديالكم؟ فين حنا؟ حنا دابا خدامين في الاذاعه تنحاولوا نوصلوا اشنو بغاو الناس دهنا للمسؤولين. اه. تنجيو لهنا. اه. وتنقولوا للناس اش خصكم؟ اه. وتيقولوا لنا اش خصنا اش خصنا؟ وإلا كان شي واحد ولد الناس كاين في المسؤولين. اه. اما المرشحين خدانا. اه خدانا. يلا عمي الحاج. الله يعاونك. سلامة سلامة عمي الحاج. لا إله إلا الله وحنا غادي نمشيو. لا إله إلا الله. واو واو ناس إخواني لا حول ولا قوة إخواني بحال الوالد. سي سليمان. واه سليمان سير عطيه شي حاجة لهذا باش كاين داك التمر تما. عطيه شي عطيه شي عطيه داك التمر صافي عطيه المسكين. واسي سليمان لاباس. يلا اخواني وغادي نستمروا دائما في الطريق الى المغرب العميق. كما قلنا لكم بان غادي نعيشوا ان شاء الله 24 ساعه مع ساكنه المغرب العميق. غادي نحاولوا نجلسوا معاهم نوصلوا الرساله ديالهم نوثقوا المعاناه ديالهم في انتظار تجاوب ديال كل ضمير حي مع هاد الناس. ناس اللي كتامل بالتوابيت، ناس اللي مسكين تيقول لك السبيطار ما عندناش وان غير قتلوا القنط وتيجلس تما مسكين باش انه يشوف الناس غاديه جايه. ناش مدينة راه مكونيكتي معنا. إخواني هاد الناس هنايا كيعيشوا مساكن، ناس اللي كتآمن بالله سبحانه وتعالى، ناس اللي كتآمن بالتوابت، ناس إنهم حفدة محاوحم الزياني، حفدة ديال المجاهدين اللي التاريخ مازال كيهضر على الأجداد ديال هاد الناس، ناس كرماء، ناس بسطاء، راجل اللي سولته ويقول لك للأسف الشديد أن مرتي مات، كون ما ماتش مرتي، قال لك نحلف لكم حتى تمشي وتاكلوا عندي تشربوا ولكن الله يرحمها. ومعنى النساء حيت كانت الزوجه زوجه حيت كانوا فين ايام هاد العيالات مساكن امهات واجداد ديالنا. اذا كل واحد يكتب اش من مدينه راه مكونيكتي معنا ورحنا في الطريق الى المغرب العميق وتنعهدكم اننا غادي ندوزوا برنامج 24 ساعه غادي نعيشوا معهم الطقوس ديالهم والمعاناه ديالهم والافراح ديالهم والبكاء ديالهم والانين ديالهم. حسبي الله ونعم الوكيل. المجدوب ما يعني الصحة لاباس كلشي بخير. مترك شكرا جزيلا سي العقاوي من الحسيمه. مازال غادي نعيش مع هاد الناس وندوزو شي شويه معهم تماره تماره ديالهم رأفه. اذا اخواني من بعد ما انه الكاميرا ديالنا وثقات واحد الجزء ضئيل او لا تصريح من واحد من الساكنه، شنو غادي شنو ما رايكم في التصريح تاع هاد الساكنه والقناعه اللي عطاها الله لهاد الساكنه في حين ان العكس بالنسبه للمنتخبين، ناس اللي كتستغل مساكن بجوج ديال الهضرات تيتيقوا بالزربه، ناس مساكن اللي ها هو بغى يدخلني لدارو وتيقول لك للاسف الشديد مات لي المراه. واخا نقول لك يا الله ما غايش نحمر الوجه. ناس بسطاء، ناس مساكن اللي بهاد الثلج وهاد البروديه كتلقاهم مساكن تيحاولوا يقطعوا حتى بعض الاشجار اللي ما يمكنش تشعل فيها حتى العافيه في هذا الوقت. ناس اللي وصلت فيهم الجدر.
إذا من هذا المنبر تناشد كل خدام الدولة الشرفاء، كل منتخبين، ومن هذا المنبر ونيابة عن المتتبعين الكرام، أنا أقسم لكم بالله أنني أناشد بمحاسبة بعض اللجان اللي كتحط الرحال هنا. والزعماء هنا مزيانة الوقت، شنو كتكتبوا في دوك التقارير؟ ربما هاد التصاريح القناة شوف تي في هي بمثابة تقارير بالصوت والصورة وبكل عفوية، اللي تمنينا من الله سبحانه وتعالى أن بالفضل البارتاج ديالكم غادي يشوفوها ناس مسؤولين ويحاولوا يحطوها في المكتب ديالهم، ما دمنا أننا تنشتغلوا في قناة قننها القانون وكسلطة رابعة من حقنا أننا نوجه رسائل عبر هذه القناة بالمباشر إلى كل دوائر الضمير الحية. ناس مساكنة عرفتي باش يجي يبدا يضرب هنايا، وصلت فيه الجدة. نمشي. شكرا. السلام، الله يعاونك. إذا إخواني دعوتكم نشوف التعاليق ديالكم، يلا راه مازال غادي نوقف غادي نقرا التعاليق ديالكم كاملة. حاولنا إخواني أننا نستعنوا بسيارة رباعية الدفع، أعمالنا تطوعية ومجانية، الغاية أننا باش نوصلوا الناس ونوصلوا المعاناة ديالهم، ناس بسطاء كرماء، ناس اللي قاوموا الاستعمار. هنا كانت مجازر المستعمر الغاشم، هنا وزيقت أرواح جنرالات وضباط وضباط صف ديال المستعمر الغاشم. فتنتمنوا إخواني أنكم تديروا يد في يد بالبارتاج وتوصل الرسالة ديال هاد الصرخة ديال هاد الناس إلى كل المسؤولين وذوي الضمائر الحية. تابعونا، غادي ندوزوا 24 ساعة في وسط الجبال. اهلا سي حميد، وما يتعنام صح لاباس هاي الصخيرات، كلشي بخير؟ هو لاباس غوري سوق مو لاباس. اذا نحاولوا لي على الطريق هنا ما دايزاش، غادي نحاولوا نرجعوا مارشاريان عندك نحصلوا عاود ياك. رسالة إلى المياه والغابات، استر ما استر الله، علاش غتستر البرد؟ رسالة راه الناس شوف، كاد الفقر أن يكون كفرا، دابا أصبح الفقر كفر. اش غادي يدير عنده ربعة ديال الدراري ولا خمسة؟ ما عليه، كتشوف الشجرة، ناس مساكن مازال غاديين، ناس بسطاء، ناس كرماء، ناس ما بغاو، ناس مساكن اللي حتى البغلتي يتعذب إلا بغى يدوز. ناس إلا حتى البغال ما كاينش حتى منين يدوزوا البغال. ناس مساكنات يلاه جاوا من السوق. هادشي اللي خصو يعرف هذاك المسؤول، هادشي اللي خصو يعرف كل ضمير حي، بأن كاين ناس اللي كتعاني. البغال وكشتوب كي تيدوزوا أخي المتتبع. إذا دعواتكم إخواني ودعواتكم، وإن شاء الله تابعونا إن شاء الله. غادي نحاولوا نقرروا باش نجلسوا 24 ساعة مع ساكنة المغرب العميق، غادي نعيشوا معاهم في الدار، نشوفوا كيعايشين، نشوفوا الطقوس ديالهم، نشوفوا البراءة ديال ساكنة المغرب العميق، نشوفوا حسن وكرم الضيافة ديال الناس اللي عطاو، ولكن في انتظار أنهم حتى هما مساكن يشوفوا شي حاجة. الراجل اللي قال لك شوف أي حاجة ولدي حميد خصنا نتكلوا على راسنا، قال لك توحشت نمشي للسوق، الصحة دارتها بيا، السبيطار ما كاينش. فشل 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 في وزارة الصحة ديال الحقيقة في التغطية ولا في حماية ساكنة المغرب العميق. يلا التعاليق ديالكم الدراري، يلا الدراري غادي كلشي يكسب، كلشي يكسب، حنا عائلة وحدة غاديين في هاد الجبال، وبالفضل البارطاج ديالكم والمساندة ديالكم. هذا سيري خصو ما قلنا ومازيغ شاي لا رجال البلاد قادا خابري دون اخي تجروشة. وشي اختي الغوابي ويوي اخي زمر السلخ واريخا نحي حضاضة والطهور مرتين
وو يمو ذبا وو يمو ذبا وذب نسوسي خنزو كتير غوابي ويوي غيزنا رسالخ واري غان حي حمادا وضغور مرتيرين